على ذكر ماتش النهارده، عايزين نقول لحضراتكم ان الجهاز الفني للفريق اعلن بالفعل قائمه الفريق استعدادا لمباراه ايسترن كومباني النهارده ان شاء الله اللي هتقام على استاد الاهلي والسلام، وضمت قائمه النادي الاهلي الاسماء الاتيه: محمود متولي، رامي ربيعه، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، صلاح محسن، محمود وحيد، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، مصطفى شوبير، احمد عبد القادر، احمد نبيل كوكا، حمزه علاء، احمد سيد عبد النبي، محمد فخري ومحمد اشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.